مرحبا. حزيران شهر الكيف، أوله ربيع وآخره صيف، هيك بيقول المثل. طقسنا ربيعي معتدل عم بسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بيتأثر برياح شرقية حارة 3 مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وهبوب رياح دافية ناشطة ممكن توصل ل 70 كيلومتر بالساعة، حاملة غبار بيرتفع مع موج البحر وبتعود تنحسر بدءا من الأربعاء مع وصول كتل هوائية باردة مصدرها شرق أوروبا، بتؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار الخفيفة بعدة مناطق خاصة الجبلية. أما الرطوبة فعادية بتنخفض شوي 3 ثم بتعود لطبيعتها 4 وتكون ضباب كثيف على المرتفعات. أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 23 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 19، على المرتفعات 11، بالبقاع 8 والأرز 4، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 28 برحبة، 29 رشانة، كفر دبيان 18، بيت مري 26، ومنوصل إلى قانا 29. الرطوبة بتتراوح بين 45 و75%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، رياحها بتكون شمالية شرقية ناشطة. كيف رح يكون طقسنا بها اليومين؟ 19 30 3 الأربعاء 19 25، ومن المتوقع انه يكون في بعض الامطار. الخميس 20 واقصاها 26 درجة. وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت 29 41، 29 40 الدوحة، ومنوصل لطرابلس 20 27، الجزائر 17 24، ومننهي مشوارنا ببرلين 11 23. وهيدا كان كل شيء. باي.